السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم. معجزة كبيرة تحدث فوق الكعبة المشرفة، ولكن فضلا وليس أمرا، ادعمونا بإعجاب لنستمر إن شاء الله بنشر المزيد. ظاهرة فلكية نادرة فوق الكعبة. أعلنت الجمعية الفلكية في جدة أن سماء الوطن العربي ستشهد أكثر من ظاهرة فلكية مرتبطة بالقمر خلال أيام، الأولى لها علاقة بكوكب الزهرة والثانية بمكة المكرمة. ونشرت الجمعية عبر موقعها الرسمي على فيسبوك أنه سيتم بسماء الوطن العربي قبل شروق شمس الاثنين الرابع عشر من سبتمبر 2020 ببضع ساعات رصد وقوع هلال قمر نهاية الشهر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة رمز الحب والجمال بالأفق الشرقي في ظاهرة رائعة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة. وأضافت أنه يمكن رصد نجوم الجوزاء ونجوم لامعة إضافة لكوكب المريخ الساطع بلونه البرتقالي باتجاه الأفق الغربي. وتابعت يقع كل من القمر والزهرة في ترتيب ثاني وثالث ألمع الأجسام على التوالي بعد الشمس في قبة السماء، لذلك يمكن رؤيتها مع بداية ضوء الصباح في منظر جميل. وأشارت إلى أن مكة المكرمة ستشهد بعد ساعات من شروق الشمس التعامد الرابع للقمر على الكعبة المشرفة لعام 2020، حيث سيبلغ ميله عرض مكة ومتوسطا خط زوالها أي التعامد عند الساعة التاسعة، وسيكون القمر على ارتفاع وقرصه سيضاء بنسبة 13.7% بنور الشمس، وتستخدم هذه الظاهرة في تحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة، حيث يشير اتجاه القمر بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد إلى اتجاه مكة المكرمة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ربي إني أسألك أن تريح قلبي وفكري وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي إني في قلبي أمورا لا يعرفها سواك فحققها لي يا رحيم. ربي كن معي في أصعب الظروف وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلقة الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.